يسعد صباحكم مشاهدينا وكل مشاهدين برنامج جولة الصباح. اليوم بفقرة الطبخ، اليوم موجودين عند الست أم فراس لحتى نتعلم طبخة جديدة ووصفة جديدة. كيفك يا أم فراس اليوم؟ الحمد لله، نشكر الله. كيف معنوياتك؟ الحمد لله عالية جدا إن شاء الله دائما يا رب. حبيبتي، خبرينا اليوم شو طبختنا وشو المقادير أيضا. اليوم طبختنا شاكرية وبرغل. أنا قصدت اليوم أعمل برغل جنب الشاكرية. الرز كتير بنعمله بأكلات، يعني قلت اليوم خلينا نجرب البرغل. البرغل كتير، لا نحنا كتير البرغل بنعمله يعني حصرا جنب الشاكرية كتير طيب، ما حبيت اليوم أعملكم البرغل جنب الشاكرية. والبرغل حتى له كتير فوائد، صح طبعا ولا لا؟ وخصوصا بالشتاء. يعني هي أكل شتوي اليوم طبختنا؟ لا هي أكلة صيفية شتوية، بس البرغل يعني شتوي أكثر. أكثر. طب صعبة سهلة؟ كثير سهلة. مشاهدينا شو رح يقدروا يعملوها بالبيت؟ طبعاً أكلة كثير سهلة. حلو. حضرت اليوم لست أشخاص. 2 كيلو لبن. المقادير 2 كيلو لبن. 2 كيلو لبن. هلا ما بنحكي نحن على موضوع كمية اللحمة، ممكن الناس تعمل اللحمة يعني بالمقدار تحسن هي تعمله. كنا عم نقول ست فراس انه البرغل واللبن والمقادير ايضا لحمه. الشاكريه هي عباره عن لحمه مسلوقه، نسلق اللحم وبعدين نطبخه مع اللبن. هلا بنعلمكم الطريقه شلون ان شاء الله. وبرغل مفلفل جنبه حنعمل اذا الله راد. هلا انا سلقت اللحمه مشان الوقت، يعني اللحمه بعد ما بنظفها مزبوط وبغسلها، بعدين بسلقها على النار، بتطلع الزفرة طبعاً، بقيم الزفرة كلها تبعها، شيلها بالمعلقة كل الزفرة، وبعدين بحط لها ورق غار وهيل وزنجبيل، قطعة زنجبيل طبعاً حب كل، لا كله حب بحطه، وبصلة بحط بقلب اللحم. أنا عم بسلقه بصل، بسلق اللحم وبعدين بعمل اللبن وبضيف اللحم ومرقة اللحم لللبن. هلا هذا لحال بيكون البرغل طبعا، لا البرغل لحاله، برغل مفلفل مثل الرز. كيف طريقه الرز؟ بنعمل البرغل كمان. هلا رح نضيف معلقه ملح صغيره وغير الملح. انا هون مجهزه لكميه 2 كيلو لبن 3 معالق كبار نشا عشان يمسك اللبن من النشا، ولا مشان يجمد اللبن؟ يجمد. اوكي. بعد النشا انا بحب احط لللبن بيضه. ليه؟ يعني في ناس بيقولوا لك فرط اللبن، ما زبط اللبن معنا. مع البيضه ما بفرط. مع البيضه لا ما بيفرط. رح احط بيضه ونحرك اللبن مع النشا مع البيض مع بعضه كله قبل ما نحطه على النار. النار عشان نجهزه. هلا اللبن هيك صار جاهز، هلا بنحطه بالطنجره ومنشعل النار وبنشويه على النار ليغلي. ست أم فراس، ليه حطينا المقادير واللبن كله هون، ما حطيناه هو على النار وقعدنا نحرك فيه؟ شو السبب؟ لو عملنا هيك، أولاً النشا بجبل وبيفرط اللبن ما بيزبط. بقى منحط المواد على البارد ومنحركها مزبوط، نخفق اللبن مزبوط بعدين منحطه على النار. هلأ أحسن نتيجة طبعاً. هلأ هيك اللبن جاهز، منحطه هلأ بالطنجرة لحتى يغلي. لحتى يغلي بعدين منضيف. تحريك سريع ولا بطيء؟ لا سريع. يمين ولا شمال بتبلش او العكس؟ ما بتفرق، يمين ولا شمال ما بيخرب. المهم ضلي عم تحركي فيه لحتى يغلي اللبن. وبطريقه واحده؟ وبطريقه ما بتفرق، بتحركي بيمين شمال بس كله. المهم يضل عم يتحرك اللبن حتى ما يلزق يجمد ويلزق النشا بقاع الطنجرة. طيب
هلا انا لحتى يغلي اللبن هاستغل الفرصه واسحب اللحم اللي معهم بصل وهيل ورق غار. انا حطيت بصل وهيل ورق غار وزنجبيل. هلا الخطوة اللي بعدها بدنا ننزل مرقة اللحمة بقلب اللبن. حركيها شوي معلش يا حبيبتي. نحط مرقة كتير ولا قليل؟ حسب كمية اللبن بنحط مرقة اللحمة. اوكي. بنحاول ناخد البصل مع المرقة. لا هيك تقريبا الكمية منيحة. اوكي هلا بدي اوقف. هلا خلصنا تحريك حبيبتي، تسلموا ايديكي. هلا بننزل اللحم. وبنرجع نحرك ولا بنتركها على النار؟ بنحركها شوي، بنتركها على نار هادية لحتى طعمة النشا تاخذ مكان تروح من اللبن. ما بدنا نحرك هلا خلص مشان اللحم اللي حطيناه ما يفرط بقلب اللبن، لانه اللحم مستوي. هلا هيك بنتركها على نار هاديه وبنبلش نبلش بالمفلفل البرغل. اوكي هلا بدنا نحط مو نص كاسه، يعني اقل من نص كاسه زيت لكميه البرغل اللي عاملينها، وانا بحب احط معلقه سمنه. بدك الشعيرية بعد هيك ولا لسه؟ بس ليحمى الزيت. اوكي. السمنة كمان بتحطوها زي الرغبة حسب الرغبة ولا؟ طبعا في ناس ما بيرغبوا يحطوا سمنة. دسم بيعطي شو؟ بيعطي دسم، عندهم كوليسترول، احنا عندهم دسم قلب او شيء. لا نحن الحمد لله. هلا بنحط الشعيرية. بنحمص الشعيرية. قد ايه بياخذ وقت طبخ البرغل؟ ربع ساعة. يعني زي الرز بالضبط. زي الرز. بس طبعا كمية المي اللي بنحطها للبرغل اقل ولا اكثر؟ لا اكثر. يعني الرز بنحط كاسة رز، كاسة مي. لا البرغل تقريبا كاستين، يعني بيشرب مي اكثر. وبعدين البرغل كل ما كان طري اكثر بيكون اطيب. لازم يتحمص الشعيرية مزبوط؟ طبعا نحمصها لحتى يصير لونها ذهبي. بعدين بنحط البرغل بنحمصه شوي. كمان رح نحركه للبرغل؟ طبعا نحركه شوي، بنحمصه شوي بيطلع نكهته اطيب. بدي حرك بس لا لا بدي حركها شوي مشان اللحم ما يلزق. شوي صغيره. لا ممتاز. هلا اذا لقيناها اللبن مريء شوي ممكن مندوب شوية معلقة نشا بمي، مندوبها بمي ونحن عم نحركها منحطها. بس أنا هيك تمام. تمام. لا هلأ مننزل كمية البرغل. طبعا البرغل أنا بجيبه نظيف. في برغل كبير وصغير؟ طبعا. انت شو جايبه؟ هذا برغل كبير، برغل خشن. البرغل الخشن له استعمالات والناعم له استعمالات ثانيه. متوفر طبعا بكل بيت برغل، شعيريه، زيت. هي الاكلات هلا بهالشتويه كل بياخذ الشيء اللي بدفي. أيوة. بيعطي طاقه.
هلا بنضيف المي مرة واحدة انفراس ولا مراحل؟ لا مرة واحدة. اوكي خلصتي ولا كمان؟ لا لسه خلصتي. مثل ما حكيت البرغل بيشرب مي اكثر من الرز. من الرز. هي الشاكرية صارت جاهزة. نسكبها. انفراس انتهت صح ولا انتهيت لا؟ وطبخة سريعة. في ناس كتير يعني بيستصعبوا انه طبخة هي طبخة كبيرة شاكرية ورز أردن كتير طبخة يعني صعبة. لمين تهدي هالطبخة اليوم؟ هي بهديها لحبيبي شادي الله يخلي لك يا رب. ان شاء الله صحتين وهنا. يسلموا كتير ايديكي وان شاء الله ايضا يكونوا المشاهدين عرفوا الطريقه والخطوات لحتى يطبخوها في بيوتهم. بهيك فقره الطبخ بتكون انتهت ومكملين معكم بجوله الصباح.